السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا وين كمال مهوي، يعني كمال مهوي في تصريحات، يعني وين تصريحات راح بارادو وتجننسوا اللعابه وقالوا المدرب. شكون اللي قال المدرب تجننس اللعابه؟ شكون اللي قال المدرب؟ شكون اللي قال المدرب؟ داري دخلوا كلش المدرب، يعني كلش تبغوا تدخلوا المدرب. انت راك خدام على روحك، انت مراسل برك، انت مراسل برك الشيخ. انت ديجا انت تنبأت بالخماسة افضل من بالناصر. انت كنت تقول لهم جابوا بالخمار، جابوا بالناصر من الرديف تاع الاخرى افضل من الاخر. اليوم وين بالناصر اللي رد لك باللي هذا المدرب مدرب، اللي رد لك هذا المدرب مدرب، وتزيد راه نسمع وتزيد تقول بلي يعني ما كاش عندنا القاب. انا قلت لكم بغيتوا ديروا لنا نتوما تاريخ كره القدم، يعني من 2019 وروح. البرمادي هو متابع جيد لكل ما يحدث في كره القدم الجزائريه. اليوم كان وجه واه متابع كلش، خاطش عليه يعني عنده مكلف بالاعلام. صباح الخير، يقولها له يعني رساله مباشره للذين يسودون الجزائر ويسودون ما تعرفه الجزائر من تطورات ومن علينا أن عوض الانتقاد أن ندعم وأن نعمل لبناء وطننا ولتطوير كرة القدم. وكانت أيضا رسالة مباشرة للحديث الكثير الذي قيل حول تحويل لاعبين نادي بارادو إلى قطر وتم الزج باسم. شكون اللي يهدر على نتوما؟ راكم انت كيما هكاك تحوس تبرع، تحوسوا تبرؤوا يعني تاع التجنيس. ناس على بالهم، ناس على بالهم. انت تقول زعماك على حافظ الراديو، تقول ناس على بالهم تاع التجنيس هذه، ناس على بالهم. كيسموك انت كمال مهوي، ناس على بالهم. انت باغي في هذه القضيه باغي تدخلوا جمال بالماضي، باش نتوما يعني كاين بزاف امور حول تحويل لاعبين نادي بارادو الى قطر وتم الزج باسم جمال بالماضي في بعض البلاطوهات عند هيا جيبوا لنا كاش بلاطو. قال جمال بالماضي هذا هو داخل في هذه لافير تاع تجنيس اللعابه، جيبوا قولوا جيبوا كاش بلاطو. هدرا كاش واحد قال، حنا رانا نقول لكم هيا جيبوا كاش واحد قال يبيعوا اللعابه ولا تطيروا ولا الله يسهل عليكم. على الجزائر تاعنا اللي تاعكم، الجزائر توما الجزائر اللي نقول لكم الجزائر تاع من اللي دخل الملاير في النهار، هذا هو الجزائر تاعه. هما اللي دخل يخلص هذا اللي يخلص، يظل يجري غوش دروات باش يصور قوت لولادو. لا الجزائر جايه عنده جاي هذاك جاي تروازيام شوا ولا كاتريام شوا ولا ما كانش كاع ماشي محسوب. الجاهلين الذين يجهلون عن هذا الملف، يعني كيف لك ان تقول انه ناخب وطني داخل؟ شكون اللي قال ناخب وطني؟ شكون؟ الناس قالوا باللي تجنيس لعابه، وصح. ثم تروحوا تجنسوا لعابه وزوج تاع وزوج تاع سانتيتيان، زوج تاع سانتي غارديا وجوار. شكون اللي داو جنستوهم ليا فوتوهم ليا؟ ملف تحويل لاعبين، يعني هذا كلام يعني مقزز. لذلك اليوم جمال الوطني اشار مباشره الى اكاديميه بارادو الذي قال انها تستحق كل التشجيع. بارادو خايفينها تطيح، وبارادو كي تطيح ما ينجموش يخدموا الخدمه اللي كانوا يخدموا بها من 2018 وارواح. يجيبوا اللعابه وبيع، بيع اللعابه ستاتي، جيب جيب جيب. دوك نقولوا لك حنا شحال كاين من اللعاب ليك تهدر عليهم انتيا. الوحيدة التي تعمل مثل ما قال امبتي كارتي في العاصمة، يعني حي صغير أعطى مثل لكل الجزائر، لأنه اليوم عنده 5 لاعبين في المنتخب الأول ولاعبين في المنتخبات الشبانية يصدر اللاعبين إلى البطولات الخارجية، يجب الاقتداء به. ويعني نكن له كل الشكر. قال لك عاد من زمان الكلاب تنتفخ عوض انتقاده أو الانتقام منه لأغراض ضيقة. هذه يا خويا نقول لك هذه تاع اللعابه وتعملنا وتعملنا، تخلونا نجيبوا لكم صوالح، يعني اللي راهو نجيبوا لكم صوالحكم سهله، راهو نجيبوا لكم صوالحكم ما كاش كاع مشكل. وزدت قلت باللي ما كاش لي كيفاش هكا كي قالها، يعني ما كاش كيفاش قالها يا ربي،
يعني شا قال يا ربي؟ قال واه، قال من الألقاب ما كانوش كاينين حتى جا هذا المدرب. يا ودي هان الشيطان، كل الألقاب ما كانوش كاينين. راه نقولوا لك حنا راه نجيبوا لكم اللعابه لكم تقولوا باللي بارادو، هو هذا المدرب قال بارادو، هذا جا بالماضي قال بارادو. راه نقولوا لكم وين يقوم بإشهار ليزاتشي ونادي بارادو، وين قال انه قدم عدد لاعبين للمنتخب، المنتخب الوطني واللاعبين الاساسيين في المنتخب والتشكيله بالماضي المحليه. يعني وين نقول لكم دروك هذا المدرب على بالنا باللي فاتوا اللعابه كما نقولوا حنا عايجين وفي التخسف، هذاك اللي يلعب في انجي وهاد اللعابه، يعني بزاف لعابه داروا له دي ستاتي. صح صح صح، فوت لعابه ديتهم بعتوهم، على بالنا باللي فوتوا اللعابه ديتهم بعتوهم، كيما العريبي بنزيما، كيما العريبي مي قلت لنا بنزيما، على بالنا فوتوا اللعابه، بعتوا اللعابه يعني بالشواري. حتى وين زاتشي قال الحلفايه قال له اعطيني اللعاب نحطو نديرو له ستاتي ونبيعوه لانجي، نبيعوه بزوج ملايين اورو. حلفايه قالها فات، حلفايه قالها مشي، انا قلتها هذه هي. حنا نعطوكم يعني هذه التشكيله الاساسيه اللي تهدر عليها المحليه، لاعبين محليين اللي انت راك تهدر عليهم سي كمال مهوي، وهذا بالماضي فالك. بونجاح رائد وهران، سليماني شراقة شباب الوزداد، بلايلي مولودية وهران، بالعمري نصر نصر حسن داي، بن سبعيني بارادو، نقولوا بارادو رقم هو بالكواعد، بارادو بالكواعد هو مقسطينة عم بن سبعيني جابوه داروا له يعني الوثائق تاعو ودمروه، راح لا بلجيك ولا لا هولندا وقيلا وانت مين، راح كان صغير 13 عام داروا له ترونسفير، جابوه مقسطينة فوتو ديريكت داروا له ترونسفير. هذه باش يكون على بالكم. ملاحظة، عطال لم يكن أبدا أساسي حتى في كأس إفريقيا زفان أولمبيك ليون، وين أكمل أصعب مباريات وبعدها حليمية مولودية وهران بن عيادة جمعية وهران. لقد تجهل كل يعني لقد تجاهل كل المدارس الكروية المحلية البسيطة التي تعاني يعني من كل نقائص وعدة مشاكل، لكنها أعطت لاعبين أكثر جودة كمهاجمين ولاعبين مهمين. أما بالنسبة لبوداوي الذي يدفع به منذ يدافع به منذ 4 سنوات ولم يقدم شيء ولم يتطور على مستوى الاحتراف ولا نادي يطلب خدماته في أوروبا، ونفس الشيء بالنسبة لقادري وزرقان الذين ينشطان في الدوري ضعيف والفرق ضعيفة، والتقديم لهم فرص رغم أنهم أبانوا على مستواهم الضعيف سابقا وين يملأ بهم القائمة خدمة لصديقه كما قال زاتشي لرفع قيمته السوقية. هذا مكان تجي تقصر عليا انت تقول لي شحالوا اللعابة اللي يلعبوا تاع بارادو ليكيب ناسيونال، وقول لي باللي رانا ندير لهم لي ستاتي ويروحوا. انتوما خايفين بارادو طيح، انتوما راكم خايفين بارادو طيح، مين تجيبوا اللعابة وتطلعوهم تاع بارادو مين تجيبهم؟ لازم زاتشي يبيع لي زيكيب هو انت تدي، بصح ما يحسبش بارادو. راك تشوف كيفاش نتوما راكم خايفين بارادو طيح. هذا مكان لا تجنيس، لا قالوا تجنيس، قالوا يا كمال مهوي يا ودينا الشيطان راكم كبار، يعني ما زلتو فانيك كيما هاك. انا قلت بالك جبت، والمرضى اللي مرضتها قلت بالك استنفقت. كاش لي ينفعك صاحبي، انا اللي قلباتك المراريا ودخلت للسبيطار ومنا وهدرت عليك انا وقلت لك الله يجعل ربي يشافيك، حنا قلنا بالك تفيقوا، بصح الله غالب اود عاد والله غالب. اي نقول لكم يا ودي انا الشيطان وين راه من وين راهي بارادو، انت بارادو شمدت بارادو باعت اللعابه برك، وين راهم اليوم يلعبوا؟ وين راهم صبناهم ولا صبناهم؟ هذه بارادو نهار اللي بغينا نلعبوا ماتش دو باراد صبنا بارادو، شكون اللي لعب كونت ليكيب كامله تاع بارادو؟ شكون اللي لعب؟ لعب عطار طروا ما دارش لوتري ما داروش، هيا قول لي ماتش دو باراد لعب عطار طروا دارها دارها، هو حقو ما يديرهاش بصح دارها، هيا قولوا لي شكون اللي لعب؟ شكون اللي من بارادو لعب ماتش دو باراد؟ انتوما تعرفوا لا ماناش خالطين وقيلا صح. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا
واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، سعيد.